فيها تو يعني فريمون بيو يعني ما فيهاش حتى حاجه يعني صفر. واستعملتيها وحس عطاتك النتيجه والله غير واعره. والله يا البنات انا راني عارفه هذه انها واعره وتلاقيت مع المتتبعه ديالي قالت لي والله يا بشرى الذي قال لي هذيك الكريم نشهد بها. قالت لي واحد المتتبعه ديالي الله يرحم ليك الوالدين اختي بشرى الا مشيتي لاكسي شوفي لي هذا لاباري راه ما خليت فين قلبت عليها والو ما لقيتهاش اختي بشرى. ها هي اختي انا لقيتها لك وبقات بياسه البنات والله العظيم الا بقات بياسه هذه راه شي حاجه خطيره. لي كريب البغرير الحرشه المسمن والله يا البنات الا فلوسها حلال ضروري اختي ما يكون عندك هذا الميكسوغ هذا في سيدنا رمضان فلوسه حلال. هذا اختي كيقطع لك الفلفله البصل الربيع اي حاجه يا البنات منها شواخ. بغيتي تطحني اختي العصير بغيتي تطحني لا سوب بغيتي اختي ديري الكيك بغيتي تضربي البيض بغيتي تضربي لا كريم عرفتي فيه ثلاثه ديال الريوسه وجوج ديال اللوينات فلوسه حلال يا الاخوات. اول مره كنلقاهم في اكسيون والله يا الاخوات الا في بلايص اخرين دايرين 10 اورو البنات 10 اورو هنا دايرين البنات 4 اورو 99 بحر. خداتهم السيده قالت لي غندير اختي بشرى وحده فيها غندير فيها البصله قالت لي وحده غادي ندير فيها بطاطا عرفتي البنات جايبينهم بثمن خيالي. اول مره البنات كنلقاهم في اكسيون. شوف البنات موديلات غزالين خويت مات اختي اسرين اوكسيدابل والله يا البنات ها هي البنت واخداهم قالت لي والله اختي بشرى ما كيبيض ما كيكحل ما كيوقع ليه حتى شي حاجه يا البنات اسرين اوكسيدابل وغير جوج الاورو اختي 29 حطوه في اكسيون كيطير البنات. هاد السيروم ديال اليازير شي حاجه واعره لتقويه الشعر ونمو الشعر البنات عرفتي برا فارماسي دير الثمن البنات وشوفوا لي اختي في اكسيون غير اورو 49 احسن ما جربت في اكسيون هو هاد البرودوي هذا البنات عرفتي كيجيبوه بالكراتن وكيطير البنات واحسن حاجه بروموسيو هاد السيمانه كينقي لكم الاخوات طواليس وكيخلي لكم ريحه زوينه. هما البنات هما كيحطوا حتى في الفوطات البنات راه الفوطات راه دايرين لهم لا بروموسيون ما شاء الله فيهم كاليتي غزاله ولي طاي كلهم يا البنات. كيجوني بزاف ديال الاسئله اختي بشرى واش حطوا البوماده الحمراء اختي بشرى واش حطوا البوماده الحمراء. اليوم اختي غادي نجاوبكم وغادي نقول لكم امتى غيحطوها. سبحان الله كنت ديما كنجي ما كنلقاهمش البنات اليوم اختي ولاو حاطينهم بكونتيتي كثيره. هاد البنات هذا راه ماسك ميغا للاخوات اللي ترطيب الشعر كديري غسلي باي شامبوان وديري اختي هذا غير دقيقه عرفتي شعرك كيولي ما شاء الله مسبسب وشوفي لي اختي الثمن ديالو غير اورو 99. السلام عليكم البنات كديرين لاباس عليكم كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير بالف صحه وبالف عافيه. خصكم بشرى اليوم جات اخواتي الاكسيون ديال غيولا باب اخواتي اللي كاين حدا هنايا البنات راه كاينه شوصيه كاين ستوكو ماني البنات كيلهيها ليدل يعني جا فواحد البلاصه زوينه وكيعجبني هذا اكسيون كبير ما شاء الله اخواتي وجينا اليوم نديروا واحد الدوره يلا خليكم معايا. اول حاجه اللي غنبدا بها وهي هاد لاباري هادي والله الاخوات كيجوني بزاف ديال الاسئله اختي بشرى لاباري ديال لاكريب لاباري ديال البغرير لاباري اختي ديال الحرشه اللي واش حطينا البنات راه بروموسيو هاد السيمانه سريعوا والله الا الاخت هي خدامه في اكسيون قالت لي اختي بشرى كندير فيها المحاجب كندير فيها كلشي قالت لي سا مارش تري بيان البنات راه حاطينها لكم بروموسيو سريعوا يا الاخوات. عجبني حتى هذا الميكسوغ هذا البنات اللي لقيتو حاطينه اليوم في اكسيو شي حاجه واعره عرفتي البنات هذا راه كيجي اختي بحال هكا يعني كيطحن لك اي حاجه ديري فيها الربيع البصل الفلفل اي حاجه اختي مطيشه اي حاجه اختي كيطحنها لك البنات يعني بسهوله بسهوله يا الاخوات. الا ما بغيتيش اختي تطحني كتلصقي فيه هذا البنات هذا كتلصقي هنايا باش كطحني طحني العصير طحني لاسوب طحني بغرير اي حاجه اختي طحنيها. ولما بغيتيش اختي تطحني كتلصقي هذا البنات هذا كيلصق هنا هذا الاخوات كيلصق هنا البنات هذا وكتركبيه هنا فهمتوا البنات وكيضرب لك كيضرب لك اي حاجه بغيتي تضربي البيض بغيتي تضربي الكيك بغيتي تضربي اي حاجه. هذا البنات ضروري اختي يكون عندكم وخصوصا في سيدنا رمضان كاين فيها الاخوات هذا النوار وفيه حتى البيض البنات فيه حتى البيض اللي الثمن ديالو 15 اورو 95 حاطين البنات حتى هاد الخيدوز هادي لقيتها حاطينها ما شاء الله اليوم اختي بكونتيتي كثيره. هادي اختي فلوسها حلال والله يا البنات الا فلوسها حلال. انا خديتها البنات ديك المره من كارفور راني بارطاجيتها معكم كندير فيها الدجاج كندير فيها الفريت كندير فيها الكالامار كندير فيها كلشي البنات عرفتي غيب نقيطه ديال الزيت ولا تقدري هذيك النقيطه ما ديريهاش. كاينه هادي البنات هادي حاطينها ديال اكسيون هادي البنات راه اكس ال فيها 4.5 يعني 4 اونص الاخوات كتجي كبيره البنات 3 سنين ديال الكارانتي. شوف البنات راه فيها
1500 واط، يعني ما شاء الله مجهده البنات 1500. وهنا البنات فيها البروغرامات، يعني بغيتي على حسب الحلوه حيت طيب لك البنات حتى الكيك ولا سميتو كديريها هنايا، ولا بغيتي الحوت، ولا بغيتي الطيب ديال الفريز، الطيب ديال البيتزا، الطيب ديال اللحم، الطيب ديال الدجاج، يعني اي حاجه بغيتي اختي كطيبها لك. شوف البنات الثمن ديالها 49.95 والله الا اخواتي انا خديتها والله يا البناتي ما ندمت عليها. شوف البنات شحال عجبوني هاد لي باني، هادو اول مره اختي كنلقاهم هنا في اكسيون الجديده البنات. شوف الشكل ديالهم كيجي غزال، شوفني ونين عجبوني يا البنات، شوف الشكل ديالهم كي تيجي علم زويناتو. كاين فيهم هاد بلون كاسي وفيهم البنات حتى هاد الكري، هذا كيجي كري قهيوي علم زويناتو. وقال لي كيهز لكم البنات حتى 3 كيلو 3 كيلو دير لهم البنات 4.99 اخوات. هانتوما هي بشحال خديتها؟ بشحال قلتي لي خديتها؟ 10 اورو. شوف البنات والله الا اي متتبعه ديالي لقيتني كنقلب فيهم قالت لي بنتي خداتهم ب 10 اورو، قالت لي 10 اورو باش خداتهم. شوف البنات هنا فاش جايبينهم في اكسيون 4.99 ربي يحفظك. هيا ربي يحفظك. هيا السيده خداتهم قالت لي باغا ندير فيهم البصله وبطاطا بالصحه والراحه، قالت لي باغا ناخذ وحده البصله. انتما الاخوات والله قالت لي غندير وحده فيها البصله وحده بطاطا، ولكن اختي انتيا ديري فيها تا الليمون ديري فيها تا التقاشر كيبقى غنجمو اللي تخزني فيه اي حاجه الاخوات. اللي خاصها اختي شي مقله ديال البغرير، اللي خاصها اختي شي مقله ديال الكخيب، هما حاطينهم لكم البنات وبخوموسيو هاد السيمانه من الفوق لكم البنات. حتى هاد السوبيرات هادو الاخوات عرفتي راه ما شاء الله البنات بحال كيقادو في السلعه والله البنات الا زوينين هادو. لا بروموسيون البنات كديري فيها بغرير، ديري فيها مسمن، ديري وكديرهم البنات في الثلاجه، راهم زوينين الاخوات. ديري لهم لا بروموسيون عرفتي راه ما شاء الله بروموسيونات ديال ليفل حاطين لكم اختي زوينه ديالي والله العظيم. شوف انا كنهضر انا والمتتبعه ديالي قالت لي يا بشرى الحاجه اللي جربت اكسي شوفي شهاده ديال الحق كوليها والله العظيم علامه سي فغي. اش معناها علامه؟ زعما زوينه سي يعني الوجه الناشف كديريه يعني روعه روعه والله. وحتى هذه راه الوجه الناشف والسونسيبل وحتى لي لابو ديالو نورمال يعني فريمون بيو يعني ما فيهاش حتى حاجه يعني واستعملتيها وحس عطاتك النتيجه والله روعه والله يا البنات. انا راني عارفه هذه انها واعره وتلاقيت مع المتتبعه ديالي قالت لي والله يا بشرى الذي قال لي هذيك الكريم نشهد بها والله. شوف هي قالت لي والله اختي بشرى الا واعره هذيك الكريم. حيت قلت لها اشنو مجربه هنا في اكسو هي البنات والله الا مجربه والله مجربتها وعلامه. ربي يحفظك حبيبه ربي يحفظك الزين ديالي ربي يحفظك الزين ديالي ربي يحفظك والصحه ربي يحفظك حبيبه والله يا البنات. الا هاد الكريم الا شي حاجه بزاف ديال الناس مجربينها لتصفيه الوجه لترطيب الوجه والله الا هاد السيده لوجهها ما شاء الله. البنات راها بروموسيو هاد الكريم الخطيره يا الاخوات البنات سارعوا طيروا الاكسيو راها بروموسيو هاد السيمانه. شوفوا الاخوات والله الا هما المتتبعه ديال اختي كيحطوا في السلعه قالت لي يا بشرى هادو زوينين بارطاجيهم مع البنات. كاين الاخوات هذه كريم ديال الجسم وكاين البنات هذا جيل دوش الاخوات قالت لي فيهم واحد الريحه واعره واعره الاخوات وبروموسيو هاد السيمانه. يجوني بزاف ديال الاسئله كيقولوا لي اختي بشرى عفاك شوفي لنا واش كاينه الكريم الحمراء. والله يا البنات راني ما ناسياكمش اقسم بالله الا فين ما جيت للاكسيون كنجي كنقلب عليها البنات ما كنلقاهاش. بحر سولت البنت اللي خدامه هنا قالت لي اختي راه حتى من التيكيتات حيدناهم. قالت لي نقدر نقول لك غيجيو السيمانه الجايه، نقدر غير نقول لك السيمانه الاخرى. قالت لي ما عرفناش. والله يا البنات راني ما نسيتكمش، راه انفو يحطوها غادي نبارطاجيها معاكم. شوفوا البنات جايبين حتى هاد لي لومب هادو شوف الشكل ديالهم كيجي غزال ما شاء الله. ما يمكنش اختي ديال اكسيون ما تلقايش الجديد، كتجي هكا البنات هنا فين كديري شميعه الشكل ديالهم كيجي غزال وفيهم جوج ديال اللوينات. اول مره اختي كنلقاهم الثمن ديالهم 7.79 عجبوني البنات هاد لي باني هادو زوينين غير 4.99. كاين فيهم الاخوات الابيض شوف الاخوات وفيهم حتى القهيوي. ها انتم يا البنات الجديد ديال اكسيون. وكاين حتى هاد البلاطويات هادو اللي كيبقاو من الجديد اختي، هادو كيبقاو من الجديد ما شاء الله. حاطين بزاف ديال البلاطويات وبحر اختي كيحطوا في السلعه ما كرهتش اختي نحل كاع هاد الكراتنات هادو. كاين هادو البنات اللي كيبقاو زوينين هادو فنين هكا للتقديم الاخوات زوينين تقدم فيهم اي حاجه خصوصا الستيل ديالهم كيجي واعر على حسب سيدنا رمضان. تقدري ثاني هنا ديري اي حاجه ولا تبغي تعطي لشي واحد شي حاجه فنين 4.99. شوفوا الاخوات شنو لقيت اليوم في اكسيون. شوفوا لي البنات الخويت مات لي جايبين لكم اسيرينوكسيدابل البنات عرفتي واعر الاخوات هذا الموديل هذا
كيجي غزال. كاين هذا الستيل هذا، كاين البنات هذا الموديل هذا، هادو كلهم اسيرين اوكسيدابي، يعني ما تحيديهم ما حتى شي حاجه. اول مره البنات كنلقى هذا الموديلات هذا. شوف الاخوات هذا الستيل هذا كيداير، ها انتم هي الاخوات، واعرين واعرين فنين. كاين هذا الموديل هذا، شوف الاخوات، عرفتي لقيت بزاف الاخوات ديال الموديلات الثمن ديالهم جوج القروض 99 اللي كيبقاو البنات اسيرين اوكسيدابل. ها انتم هي الاخوات، موديلات واعرين، نتمنى يبانوا لكم مزيان الاخوات. شوف البنات هذا الموديل هذا شو كيدير، واعر اسيرين اوكسيدابل. اللي حمقني اكثر هو هذا اللي في يدي البنات، شوفوا ليا، شوفوا البنات الخاتم كي تيجي تقوليه ديال الذهب البنات، شفتوا، نتمنى يبان لكم مزيان، واعر، عرفتي الثمن ديالو جوج الاورو 99، مي كحل مي بيض ما يوقع ليه حتى شي حاجه يا الاخوات. شوفوا الاخوات ها انتم، هاي المتتبعه ديالي، ها هي بنتها، ياك خديتيهم اختي ما كتحيديش من يديك. شوف البنات قالت لي والله ما كيتبدل ما كيتشونجا اللون ديالو، راه بزاف الاخوات قالوا لي كيكحالوا، راه ماشي هادو البنات اللي كيكحالوا، راه اللي كيكحالوا هما هاد الموديلات هادو الاخوات، شفتوا هادو كيكحالوا، فهمتوا؟ مي هذا راه ما كيكحلش البنات، هذا راه كيبقى بحال النهار الاول كيما درتيه في يديك. وجوج الاورو 29. شوف البنات سبحان الله، كنت كنجي ما كنلقاهمش البنات هاد الماسكات الميغاكل الاخوات اللي واعرين. كاين اختي ديال زبده الشيه، وكاينه البنات ديال الكوك، وكاين اختي ديال لافوكا، عرفتي هادو بثلاثه. انا هذا البنات اللي كناخذ ديال لافوكا، والله يا البنات هذا اختي كديري في الشعر ديالك، كنقول لكم غسل باي شامبون عندك، شامبون اللي كتستعملي وهذا كديري ابخي شامبون. هذا اختي جربيه رحمي لي الوالدين عليه، الثمن ديالو غير اورو 99، راه ما غاليش البنات، الثمن رخيص. فاش محاطين البنات حتى هاد الشيتات هادو، هادي الاخوات كتجي بحال الماسكارا، ماسكارا. وبالنسبه هكا الاخوات ولا البنيتات اللي كيكون شعرهم هكا طالع، كتمشطي ليهم بهاد الماسكارا هادو، الشعر ديالهم كتقاد البنات، هذوك الزغيبات اللي كيكونوا شادين الريصه الزوينه البنات، اللي الثمن ديالها غير 99 سنتيم البنات، 99 سنتيم. شوفوا ليا على منظر ما شاء الله يا البنات، عرفتي هاد السيروم هذا وفاء اكسيو ديال الطرار، كنلقاهم حاطين غير ثلاثه وكيطيروا به يا البنات. شوف هنا ما شاء الله اختي الكونتيتي اللي محطوطه، هذا البنات واحد السيروم والله يا البنات الا في بارا فارماسي دير الثمن اختي، دير الثمن. شوفي ليا هنايا غير اورو 49، هذا اختي مصيب من اليازير، كيكالمي لك الفروه ديال الشعر البنات، الجلده ديال الشعر ديالك اختي اللي شعره طاير البنات، وكيساعد في نمو الشعر البنات، شي حاجه زوينه. ان البنات راه خديته كنديرو زوينه البنات، سيروم دير الشعر ديالك غير اورو 49. حاطين البنات هذه ماشي بزاف، هذه باش جابوها، هذه اختي انا كنديرها قبل ما كندير نصايب السوشوار ولا ندير بلانشال شعري ولا كتحمي لك الزغبه ديال الشعر ديالك، الشعره ولا مارك ديال بوندين مصايبه بالزيت ديال الخروعه البنات، الثمن ديالها اختي غير جوج الاورو 39. حاطين هادو ماشي بزاف باش جابوهم، كيجيو هكا قريعات فيهم هاد البونجات هادو، باش كتقادي هكا، هادي باش كديري اون ديسير، هادي باش كديري الفوندو تاع لوجهك، وزوين والشكل ديالهم اختي كيجي حلو، الثمن ديالهم غير اورو 95. ومن طبيعتها اختي الجيل ديال اوليفيرا اللي ما شاء الله اختي كيطير في اكسيو، والله كيجوني بزاف البنات كيقول لي بشره راه ما كنلقاوش، وشوفوا يا اختي هذا اكسيو شحال محطوط ما شاء الله يا البنات، والله العظيم الا شي حاجه واعره فيغان. هذا اختي الشعر هذا، راه بزاف البنات كيمشطوا به الشعر ديالهم عوض ما كيديروا الجيل اللي كي يعني باش كيسامي الشعر، خصوصا الاخوات اللي الشعر ديالهم ناشف ولا هذا انا صاحبتي كتمشط به الشعر ديالها، قالت لي اختي بشره ما لقيتش محسن منه، شي حاجه فيغان طبيعيه 100% زوين. والله يا البنات واحد الاخت خلات لي واحد التعليق، الا لقيته راه غنخليه لكم، قالت لي والله اختي بشرى الا بنتي كان فيها الجمل، والله يا اختي بشرى الا درت ليها هذا، قالت لي هو باش حيدته ليها. والله يا الاخوات ولقيت التعليق حتى نحطوا لكم تشوفوه، شوفوا الثمن ديالو جوج الاورو 49، كيليق في الوصفات ديال الشعر، الوصفات ديال الوجه، شي حاجه واعره يا اختي اللي كيبقى ناتشور. حاطين حتى هاد الشيتات هادو ديال الجمل البنات، شوفوا لي 3 اورو 95، هادو زوينه اختي تكون عندك في الدار، حتى عيطوا لك في ليكول قالوا لك اجي اختي راه لقينا شي ماشي كتصاب عندك هذا المشط، لان ابخي ما غاديش تلقاها، زوينه وثمن رخيص، كتخدم بالحجره البنات، هذه ديال القمل 3 اورو 95. حاطين لكم اختي هذا الزيت ديال الخزامه، ماشي حاجه واعره يا البنات بروموسيون هذه السيمانه، هذه اختي كديريها في ديك لاباري البنات اللي كتطلق الفابور، زوينه انا كنت خديتها من اكسيو والله البنات اللي لصقت لي واعره، عرفتي كتعطيك واحد الريحه في الدار واعره يا البنات. كاينه هذه ديال الخزامه، وكاين اختي هذه ديال الليمون. عجبتني الاخوات حتى هاد الصابونيه هادي، هي قالت لي الاخت اللي خدامه هنا قالت لي زوينه هاد الصابونيه ناتور، هادي اختي هادي مون سان ميشيل، قالت لي زوينه راه كتباع غاليه الاخوات، وهنا في اكسيو راه دايرين ليها لا بروموسيون هاد السيمانه. حاطين لكم البنات حتى هاد
هاد هاد هاد اوغال بي هاد الشيته ديال ديال دونتي فريس البنات باش كنحكو سنيناتنا هو باش كنغسل لنا البنات كنغسل بديل الفاخر والله البنات الا كيرد لك السنينات ديالك واعرين وحاط لك اختي حتى الشيتات ديال اوغال بي باش تهلي لي اختي في سنيناتك. شوفوا لي البنات هاد لي بلاد هادو اول مره كنلقاهم عرفتي فيهم واحد الكاليتي غزاله يا البنات. كاين هاد الموديل هذا اختي كيجي غوز بيبي وكاين هاد الخضيدر هذا شوف البنات كي تيجي البنات الشكل ديالو واعر واعر اول مره كنلقاهم وفيهم حتى بلون كاسي العبار ديالهم اختي فيهم 140 على 180 عرفتي يا البنات انا خارجه جاي الاكسيون وقال لي راجلي قال لي عندك تنسي ما تجيبيش ليا لاصوص الجيريا والله يا البنات الا سالت ليا عرفتي ما بقيتش البنات كنستغنى عليها خصوصا هاد الجيريا البنات شي حاجه واعره وحلال البنات كاينه هادي الجيريا كاينه حتى هادي ديال هكا ديال المشاوي حتى هادي تناخذها البنات اللي زوينه كلهم البنات حلال كاينه اختي هادي ديال المايونيز ما عرفين يا البنات ديال الفريز هاي الاخوات شو زوينه هادي هادي ديال ديال الفريز زوينه فيها واحد الكو واعر الاخوات كلهم البنات كاينه هادي ديال الثومه لعشاق الثومه حلال البنات كلهم حلال ولكن غتقولي اختي بشرى ورينا وحده ناخذوها خذي هادي خذيها ورحمي لي الوالدين عليها والله يا البنات ما كنستغنى عليها بغيت نبارطاجي معكم البنات واحد الحاجه اللي راها بروموسيون والله البنات الا هما الاخوات بحال كيحطوا في السلعه هادي شي حاجه واعره البنات هذا البنات ديال الطواليس اعزكم والله البنات كيخلي لك ريحه زوينه وكيني طويه الاخوات عرفتي راه جابدين بالكراتنا البنات هذا خذوه على حسابي البنات والله خذوه على حسابي البنات حتى الفوطات الاخوات اللي كيبقاو فوطات زوينين فيهم اللوينات واللي طايه البنات والشكيلات واعرين الاخوات عرفتي صبحت عليهم على الصباح بحال البنات كيقادوا في السلعه الفوطات البنات راهم بروموسيون هاد السيمانه غنحط لكم الفيديو دابا ان شاء الله واللي باغا البنات شي حاجه طير ان شاء الله تاخذها من اكسيون وخصوصا البنات لاباراي لاباراي البنات ديال ديال لاكريب والله الا شي حاجه واعره يا الاخوات شوف الاخوات شنو لقيتهم كيحطوا البنات والله الا شوف ما شاء الله البنات عرفتي راه بحال كيحطوا في السلعه جايبين سلعه كثيره هاد الموديلات هادو البنات راه كانوا سالاو واليوم اختي كيحطوا فيهم البنات هادو شوف شحال حمقاتني زوينه هادي اختي هكا تبغي تعطي شي حد شباكيه ولا مبريوات ولا اي حاجه فن فن 82 سنتيم الاخوات وجايبين حتى الزليفات والله البنات الا بحال كيحطوا في السلعه يا اختي عرفتي وقفتوا عليهم وقفه وحده كاين هاد الزليفات هادو الثمن ديالهم 2 اورو 59 وفيهم الاخوات شوفوا ليا فيهم اللوينات عرفتي حتى كنقطعوهم واليوم اختي ديري ليهم الروتور يا الاخوات كيتما البنات حاطين حتى هاد الزليفات عرفتي فين ما مشيت كيحطوهم كيطيروا البنات هاد الزليفات هادو واعرين اللي كيجيو اختي هكا الرويس ديالهم دوغي غير تبقاو تردوا البال بحال هادي البنات راه هي مشقوقه شويه فهمتوا هادو اختي الثمن ديالهم 89 سنتيم زليفات كيحطوهم في اكسيون كيطيروا يا البنات كاين هذا الموديل كيجي دوغي وهذا الموديل هذا كيجي سامبل انا كيعجبوني البنات دير فيهم حريره دير فيهم شي ديال الزيت الزبده كونفيتور اي حاجه البنات فني وكاين هذا الموديلات هذو البنات اللي كيجيو صغار هذو ما كيجيوش كبار ستيل ديالهم اختي عربي هانتوما يا البنات اورو 19 الرخه والرباخه كاين هذا الموديلات هذو البنات اللي ماشي بزاف باش جابوهم كيجيو اختي هكا دير فيهم لي بومبو هذو البنات راه قريعات كيتحلوا كيتسدوا يعني دير فيهم شوكولا دير فيهم اي حاجه شوف البنات اللوينات كيجيو غزالين ديالهم كاين اختي هذا الارجنتي فيهم البنات حتى النوار الشكل ديالهم كيجي غزال ما شاء الله كاين حتى هذا الموديل هذا اللي الثمن ديالهم اختي اورو 99 هذو البنات راهم من الجديد في الاخوات هاد المرايا هادي لقيتها هكا محلوله بغيتكم غير تشوفوا كيفاش كتجي هادي زوينه كتلصق لكم هكا في الحيط البنات فهمتي ولا تلصقيها في الارضيه واحسن حاجه فيها كتعوجيها كيما بغيتي فهمتوا الاخوات يعني كتاخذي الشكل نتيا كيف ما بغيتي يا البنات وهنايا كيشعل فيها الضوء زوينه عجبتني الثمن ديالها ما غالي 6 اورو 95 انتما البنات جايبين حتى هاد الطونجات هادو اول مره كنلقاهم شو السيل ديالهم كي تيجي السكال ديالهم كيجي غزال كاين هاد الصفيبر هذا كاين البنات في البلو كاين حتى في الغوز اول مره كنلقاهم الثمن ديالهم 99 سنتيم ولقيتهم البنات جايبين حتى هاد الموديل هذا هذا البنات هذا بوم هذا كديال ديال الفم كيجي شو الشكل ديالو يعني كترطبي به الفم اول مره كنلقاه الثمن ديالو اختي 89 سنتيم اول مره كنلقى هذا الستيل هذا وعجبني البنات دابا هذا الموديل هذا لقيت واحد البنت خداته عجبني هذا البنات شوف اول مره كنلقاه كيجي البنات مجوره انا عندي البنات كيجيو ثلاثه ديال المجوره وكيجي فيه هذا باش كتورغانيزي الماكياج ديالك يعني بجوج هما البنات غير هو ما عرفش شنو هو الثمن ديالهم شوف الشكل ديالهم كي تيجي هذا المجر هذا تقدري ديري فيه الاكسسوارات ديري فيه الماكياج ديري فيه اي حاجه وهنا خصك ديري فيها
ديري فيه الماكياج، انا هاد المجوره هادو ديري فيهم الاكسسوارات تاع البنات، فهمتوا؟ زوينين والله الا انا خديتهم من ليدل البنات، من ليدل، وهذا انا حتى هو خديته من ليدل. فاش كانوا داروا داك الشيء اللي كانوا داروا ليهم جوج الاورو البنات، هادو راهم زوينين كي اورغانيزيو لك الماكياج وكي اورغانيزيو حتى الاكسسوارات. ولكن اختي الثمن راه ما لقيتوش، ما عرفتش شنو هو البنات، ما غاديش يكون غالي البنات. حتى هاد صوفيطمات هادو ديال الرجال ديري لهم لا برومسيون، دايرين ما شاء الله فيهم اللوينات الكري فيهم النوار، حاطين الاخوات حتى لي بوكسور هادو كاينين بزاف بزاف البنات ديال لي برومسيون هكا، حاطين دي شوسيط الاخوات. شوفوا البنات زويونين عجبوني البنات، حتى هاد البانطوفات هادو الاخوات، البانطوفات عرفتي والله الا بحال كيحطوا في السلعي الاخوات، حاطين هاد البانطوفات هادو غزالين، ما بغيتش نخسر ليها البنات، موديلات واعرين فيهم، كاين هادو ديال الوليدات وكاين حتى هاد الموديلات هادو ديال البنيتات. عجبوني البنات حتى هاد القطاعات هادو لي غزالين ما شاء الله، حاطينهم لكم البنات بروموسيون، كيجيو فيهم ثلاثة ديال لي بياس الأخوات. أختهم الأخوات جايبين هادو أول مرة كنلقاهم، باش كتأورغانيزي أختي أي حاجة في المجر ديالك، يعني تقدري ديري فيهم فريشطات عويشقات زوينين البنات. شوف يعني أي حاجة تأورغانيزي، كيجيو فيهم جوج ديال البياس الثمن ديالهم 99 سنتيم، أول مرة كنلقاهم. كاين هاد الموديل هذا كيجي صغار منهم، شوف البنات يعني باش تأورغانيزي الثمن ديالهم 79 سنتيم. وكاين هاد الستيل هذا الاخوات هذا كيجي داير، هانتوما البنات اول مره كنلقاهم، هادو الثمن ديالهم اورو 49، جوج ديال لي بيس الاخوات. وعاد كاين هاد الموديل هذا، يعني الا بغيتي تكملي الانسومبل هادو البنات كيجيو حتى هما جوج، ديري فيهم هكا فريشطات عويشقات اي حاجه البنات، كيبقاو على حساب تأورغانيزي فيهم البنات. جوج ديال لي بيس اللي الثمن ديالهم ما غاليش البنات اورو 69.